مزيان سيدي الله يسخر، احنا ان شاء الله غادي نبداو في هاد الكوزينه هادي نرخموها الى طول الله العمر. او هادو هما هاد جوج الاساتذه العمالقه اللي غادي يرخموا هاد العجب هذا، وما تعجبوش فينا لان حكيت بلا. السلام عليكم. ملي تشطبت هاد البلاصه وترشت مزيان، تشطبت مزيان الكويزينه، حنا دابا درنا لها الحديده لهاد البلاصه وبدينا كنخويو الفرن على مليسا ان شاء الله، ندوزو لها الفرن ونبوزيو الرقاب ان شاء الله. ان شاء الله يا كاس. احنا دابا ولينا كنديرو هاي ترى ما كتبانش، ترى ما كتبانش. والله ما تبان. شكون اللي يكتب هذه الدوحه؟ واحد الطريف مازال ما تغسل ما تزاد، هو هذا. وها عند مصطفى، هو هذا هو المدير ديالي، هو الله ينورك ود الحبس. هادشي راه مازال ما تنقاش، راه واخا كيف هاديكم كاع الجرد في هاد الساعة. قلت ليكم هادو غادي يشدو تحت الرخام، غيدخلو في الرخام من تحت منو يشدو العكس ملي غادي تقلب. هذا الشقة نحن على وشك الانتهاء من هذا المطبخ الجميل. هنا في الوصلة أولاد الحاج قريب قريب إن شاء الله، بقات فيه واحد ساعتين. ليفي روعة من الطراز، من داكشي رفيع حاجة، من داكشي زوين السي. سمحوا لينا أدوها شوية. السلام عليكم الاحباب، ها هو المطبخ انجز، ها هو الخوت. وما يسير ولا تعسر، احنا كتبنا هذيك خرجه غير هو مزيان، كاين عندهم واحد بريكول ولا خرجها من تما وخا هي ما كتبانش بزاف، المهم هادي راه مكانش هاد بريكول، راه مشينا مع هادي ليك جناها زغبة. اللهم يسر ولا تعسر. صراحة مزيان، راه مسخيت بها الكويزينة بالله، راه مسخيت بها ولد الحاج. تبارك الله على السي مصطفى، راك كيما ولد الحاج، شي راه زوين. وان شاء الله يكون هذا هو اخر فيديو في هاد الكوزينة اذا طول الله العمر، لان كملناها الحمد لله. العمل داز روعة، والناس من أهل الكرم والجود الله يخلف عليهم، جزاهم الله خير، ويرحم عليهم الوالدين. السي مصطفى ها هو، أو هذا اللي معاه راكم عارفيني، واحد البنونخ طيح على راسو، راني عشاد راه متبع مدوش عليا خويا، حياكم الله وحياكم. أي حي 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 حي.